وعلامة 1400 متر فتحت البوابات في منافسة أول أشواط الحفل 28 المخصص لمهور السنتين التي لم تربح في سباقاتها الماضية. ابن العالم تورنادو يبدأ الانطلاق خصوصي مع كامل يوسبينا يقود الصدارة، يقود الانطلاق فيما نشاهد اللحاق من الأحمر على ما يبدو جواد الأحمر يلاحق عفوا رقم 12 الأبلج في ثاني المراكز. ابن سواف مع محمد الحبيب يحاول التقدم فيما نشاهد المحاولات في ثالث المراكز للتقدم من قبل ماهرال المرشحة الثالثة للفوز بهذا الشوط، تتقدم إلى المركز الثاني فيما زميل المرشحة الثانية للفوز بهذا الشوط في ثالث المراكز الآن تتقدم، والأحمر في المركز الخامس عبر جلبان يحاول التقدم مع نايف العنيزي. من سيغادر فئة الخيل التي لم تربح المنعطف الأخير الأربعمائة متر الأخيرة ضروري إلى المركز عفوا خصوصي إلى المركز الأول يحاول التقدم. المحاولات نشاهدها من قبل ماهرال المرشح الثالثة للفوز بهذا الشوط. من سيأتي؟ ريمبو على ما يبدو ابن ستارفورد هيل مع خالد الشرار ينفرد بالصدارة والمركز الأول. ريمبو في الظهور الرابع له يضيف الفوز الأول في سجله السباقي ويغادر فئة الخيل التي لم تربح. ابن ستانفورد هيل والأم ريم العطيلية ابنة كاي جايز.